السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة رقم 5 في مقرر الاختياري هيدرولوجيا المياه السطحية. المحاضرة بتاعتنا النهاردة زي ما وضحت لكم سريعا كده في المحاضرة لما قابلتكم أونلاين، بنتكلم النهاردة على قياس الفلو في التشانلز. طيب احنا دلوقتي الفلو ده اصلا بيجي منين؟ زي ما اتكلمنا ده جزء من الهيدرولوجيك سايكل اللي هو اللي بيتبقى من الميه، يعني من البريسيبيتيشن بعد ما بيحصل الايفابوريشن والايفابوترانسبيريشن وبيحصل الانفلتريشن وبيحصل اي انترسبشن للبريسيبيتيشن، فكل الفائض من ده بيبدا يجري على سطح الارض ويتجمع في ستريمز صغيره لحد ما يوصل للشانلز. احنا الهدف من المحاضرة النهاردة ان انا اقدر اقيس الكيو اللي اتجمعت في الشانلز دي لأهداف متعددة، منها ان انا لو هعمل اي منشآت تخزينية على المجرى لازم ابقى عارفة الكيو اللي جايالي قد ايه، لو بنعمل اي منشآت انشائية يعني زي كباري او قناطر او يعني اللي هي هيدروليك ستراكشرز برضو لازم اكون عارفة الكيو اللي عندي قد ايه. طيب قبل ما نتكلم بقى على الفلو لازم الاول نتعرف على الانواع المختلفه من الميجرمنتس. احنا عندنا دلوقتي في عندنا الانواع المختلفه من الشانل فلو، عندنا اوبن شانل فلو ده اللي هو سريان المياه في القنوات المفتوحه، ودي المياه بتجري في الشانلز اندر جرافيتي، يعني المياه جايه لنا من اعالي النيل او من الهضبات المختلفه الاثيوبيه والاستوائيه ووصلت لنا عن طريق الجرافيتي، لان انا عندي تحت بيبقى او يعني في الجنوب بتكون جبال واماكن عاليه واحنا عندنا قرب البحر، فطبعا الميل الفظيع دوت هو اللي بيجبر المياه انها تتحرك في الاتجاه بتاعنا. النوع الثاني من سريان المياه هو البايبس او يعني سريان المياه جوه المواسير، مش شرط ان معنى نقول ان المياه ماشيه جوه مواسير يبقى المياه ماشيه اندر بريشر، اهم حاجه ان المياه ماشيه في المواسير فول، يعني لو المياه ماشيه وده اعتقد انتوا درستوه في تصميم اعمال الري او لسه هتاخدوه، انتوا هتاخدوه ان شاء الله الترم الجاي في تصميم اعمال الري لما تيجي تدرس الكالفرت او تدرس منشات التقاطع اللي موجوده، فاحنا بنفترض ان المياه ماشيه فيها اندر بريشر لان انا بيبقى المواسير اللي بتنقل المياه مليانه بالمياه، انما لو الماسوره ماشي فيها المياه والماسوره مش مليانه بالمياه فبرضه بتتعامل معامله الاوبن تشانل، يعني كان المياه ماشيه فيها اندر جرافيتي. في الاوبن تشانل الفلو از درايفن باي ذا سلوب اوف ذا تشانل راذر ذان ذا بريشر، يبقى انا في الاوبن تشانل اللي بيحرك المياه هو الايه؟ هو السلوب مش البريشر. طيب من ناحيه بقى الهيدرولوجيه احنا بنهتم بايه؟ يعني الهيدرولوجيست از انترستد برايمري ان فلو ريت اور تشارج، احنا يعني انا لما زي ما شرحت في اول سلايد ان احنا بنهتم في المجرى بالكيو بتاعته تمام، ودايما بنرمز للكيو بالمتر كيوب بير سكند، وبهتم كمان بايه؟ ان انا يبقى عندي الكروس سكشنال اريا، لان انا عندي لازم اعرف القطاع بتاعي بيكون قد ايه، وبرضه بهتم بالديبث تو ووتر، يعني لو انا عندي مثلا ده قطاع اهو تمام، فانا ببقى محتاج اعرف الاريا بتاعت القطاع ده كلها قد ايه، كروس سكشنال اريا، ببقى محتاج اعرف الديبث ده قد ايه، ده اللي هو الديبث بتاع القطاع بتاعي من هنا، ومحتاج اعرف الكيو اللي ماشيه جواه قد ايه تمام، لاغراض كتيره جدا ومتعدده تمام. طيب هنتكلم هنا بقى، طب ما هو انا دلوقتي يبقى ده هيفكرني بالمعادله اللي لازم نبقى كلنا عارفينها ان كيو بتساوي الاي في الفي، يعني معنى كده ان انا علشان احسب الكيو اللي هو التارجت بتاع المحاضره بتاعتنا لازم يبقى عندي الكروس سيكشن بتاع الكانال وفي نفس الوقت لازم يبقى عندي الفيلوسيتي. طب ما هي السرعه بتتغير في الاتجاه في حاجتين، بتتغير من مكان لمكان وبتتغير من وقت لوقت، فبالطبيعي ان ده هيغير معايا الكيو. يبقى احنا هنا دوت تلخيص كده للاوبن تشانل، يعني دلوقتي لو انا عندي اوبن تشانل ايه التايبس المختلفه من الاوبن تشانل؟ الاوبن تشانل ممكن تبقى ناتشرال تشانل، يعني ايه ناتشرال تشانل؟ يعني بنلاقي القطاع بتاعنا واخد الشكل ده اللي هو مش منتظم، وده زي اي كروس سيكشن في نهر النيل، لو جينا اخدنا اي كروس سيكشن هنلاقي الشكل بتاعه حاجه كده. تاني حاجه بيبقى شكله irregular shape، بيبقى عندنا النهر ملوش جسور، يعني النهر اللي هو النهر اللي عندي او الستريم اللي عندي ما بيكونلوش جسور، بينما في الارتفيشال شانل بنلاقي شكل الكنال عندنا صح بس مش لطيف، بيبقى شكل الكنال عندي ازاي؟
زي اللي انتوا خدتوه في الرسم، ادي عندي ادي بنت، وبعد كده بيبقى في عندي ميول، تمام، وبعد كده بنوصل للبرم اهو، وبعد كده بنوصل للبنك اللي هو ايه، اللي هو الجسر بتاع الترعه، اللي هو في نفس الوقت البرم، اللي هو في نفس الوقت الطريق. يعني انا عندي ده كده البنت، وده كده البرم، وده كده البنك. البنك ده اللي هو نفس منسوب الرود ليفل، تمام. طيب ايه فايدة البرم وايه فايدة البنك؟ فايدة البرم وفايدة البنك، طبعا احنا قلنا البرم هو يعني المفروض ان انا عندي المية ماشية في الكنال، انا بصممها بالشكل ده. بس افرض حصل عندك فيضان، هل لو حصل عندي فيضان المية تيجي تفيض على جوانب الطريق، ولو انا عندي هنا عربيات يبقى الطريق بتاعي اتدمر؟ لا. فاحنا بنعمل البرم دي كخطوة بحيث ان انا اوسع القطاع بتاعي، لو المية فاضت تبدأ تملى المساحة دي، يبقى انا حافظت على البنك او حافظت على الجسر بتاع الترعة اللي هو في نفس الوقت الطريق، تمام. يبقى انا لما باجي في بعض الاحيان لما بيكون عندي نهر طبيعي احنا اللي بنعمل له جسر، بنحسها بنجسر اللي هو الايه الناتشورال شانل ده، او بنعمل جسور للنهر اسمها الريفر تريننج، يعني بعمل تريننج للريفر، بعمل له جسور عشان بحاول استوعب كمية المية اللي موجودة فيه، بأمن المية جوه الريفر بحيث انها مش على طول تفيض على الجوانب وتتشتت. يعني ده نوع من انواع اللي هو ايه الهارفستنج، اللي هو حصاد مية الفلود، ان انا احافظ عليها، ان انا ابدأ مثلا اعمل اعلي البانك من بتاعته شوية، الجوانب بتاعته شوية وهكذا. يبقى انا عندي open channel بتنقسم لاثنين، natural channel و artificial channel. طيب تعالوا بقى نتكلم على طبيعة الفلو. الفلو عندنا بينقسم لحاجتين، طبعا يونيفورم فلو ونان يونيفورم فلو. اكيد انتوا خدتوا الكلام دوت فين في الهيدروليكس. لو انا عندي في نفس الزمن جيت قست الفيلوسيتي هنا، وفي نفس الزمن قست الفيلوسيتي هنا، وطلعوا الاثنين بيساووا بعض، يبقى انا الفلو بتاعي ماله يونيفورم، ما بيتغيرش مع الزمن. طيب لو انا جيت عند نفس الزمن قست الفيلوسيتي هنا، وجيت في قست الفيلوسيتي هنا، ولقيت ان ده يعني الفيلوسيتي بتتغير مع الزمن، يبقى انا في الحاله دي عندي نون يونيفورم فلو. طبعا احنا في عندنا اللي هو الاستيدي ونون ستيدي، الانواع المختلفه للفلو ده اعتقد انتوا درستوها في الهيدروليكس، تمام. يبقى انا عندي لو لا سوري، هو لو انا عندي الفلو ما بيتغيرش من مكان لمكان يبقى هو يونيفورم، انما لو ما بيتغيرش في التايم يبقى ستيدي، لو بيتغير من مكان لمكان يبقى نون يونيفورم، لو ما بيتغيرش من مكان يعني مع الزمن يبقى اسم، او بيتغير مع الزمن يبقى نون ستيدي. يبقى انا عندي اربع تصنيفات للفلو، يونيفورم ده لو بيتغيرش من مكان لمكان، وستيدي لو ما بيتغيرش مع الوقت، ونون يونيفورم لو بيتغير من مكان لمكان، ونون ستيدي لو بيتغير مع الوقت، تمام. يبقى دي الاربع تصنيفات المختلفه للفلو اللي احنا المفروض تبقى في الباك جراوند بتاعتنا. طيب لما نيجي نتكلم على الفيلوسيتي ديستريبيوشن، لو انا جيت اخدت ده ناتشرال كروس سيكشن في تشانل وبصينا على السرعات، هنلاقي ان تقريبا لو عملت خط كونتور كده للسرعات المتساويه هلاقي الشكل بتاعها ده. لو انا جيت اخدت سيكشن فيرتيكال سيكشن وبصيت وبدانا نقيس السرعات، هنلاقي ان تقريبا السرعه تحت عند البوتوم بتساوي زيرو وبتزيد لحد ليميت معين بتوصل اقصى حاجه، وبعد كده بترجع تقل تاني. طب ايه تفسيرنا للسرعات دي؟ هنلاقي ان هنا السرعه بتساوي زيرو لان انا عندي الميه اللي هي اللامينار فلو، اللي هي اول لامينار لاين للميه. طبعا عارفين الميه وهي ماشيه بتبقى ماشيه في صوره رقائق، فاول لامينار فلو موازي لسطح الميه ده تقريبا بيبقى فيه فريكشن عالي جدا جدا، فالنقطه دي الفيلوسيتي عندها بصفر. نيجي بقى نمسك الطبقات الاخرى اللي هي يعني لو اعتبرت ان الفلو بتاع الميه ده متقسم لرقائق كلها متوازيه، يعني بيبقى متخيل شكل الفلو اللي هو بيبقى لامينار بالشكل ده، فانا هاجي بقيس بقى الفيلوسيتي عند كل ايه، عند كل نقطه من دول. فدي الملازقه للقاع بتكون تقريبا زيرو، ودي عند بوينت تانيه نبدا نقيسها وهكذا. طيب ليه السرعه عند السطح بتكون قليله؟ ليه مش اسرع حاجه مع انها بعيده عن كل احتكاك من البيد؟ لان انا في عندي هنا هواء، فالهواء بيبدا برضه يعمل فريكشن مع الميه، سطح اللي هو ايه اللي هي الشريحه او يعني الطبقه السطحيه من الميه، فبيقلل السرعه بتاعتها شويه. السرعه بقى العليا او اقصى سرعه او الفي ماكسيمم بتكون تحت السطح على طول مباشره. طيب تم الاتفاق عليه ان احنا ناخد الفي افريج بالنسبه الممثله للقطاع اللي هي على بعد 60% من الواي. يعني لو انا جيت هنا مثلا من سطح الارض نزلت مقياس عرفت ان الدبس ده مثلا كان واي اللي هو بتساوي مثلا 10 متر،
يبقى انا باجي من السطح برضو انزل 6 متر وابدا اقيس السرعه، يبقى هي دي الفي افريج للكروس سكشن بتاعي. يبقى انا لما هاجي عايزه اعبر برضو عن الكروس سكشن ده بقيمه معينه، هقول في الكروس سكشن الفي عندي بقيمه معينه، فالقيمه اللي هعبر عنها هاخد في واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا هاخد اني واحده، لا ده انا بنزل على بعد 0.6 من الدبس ده وابدا اخد اللي هي الايه واضربها فيها، يعني يبقى انا كده جبت السرعه المتوسطه في القطاع بتاعي. طب حد يقول لي طب انا هنزل هنا الواي مختلف، هنزل هنا الواي مختلف، هنزل هنا الواي مختلف، هنشوف دلوقتي بنحسبها ازاي. فهنا بنتكلم ان الـ velocity distribution over a cross section of an open channel بيتوقف على ايه بقى؟ الـ character of river banks اللي هي الجوانب بتاعة المجرى. يعني انا عندي ممكن يبقى المجرى بتاعي بالشكل ده، تمام، البانكس بتاعته شكلها عامل ازاي، ممكن يبقى المجرى بتاعي شكله عامل كده وبعدين رجع نزل كده وبعدين شكله عامل كده. يبقى انا الكاركتر بتاع الريفر بانكس اوف ذا بيد ده بيأثر على الديستريبيوشن بتاعه السرعه في الكروس سيكشن اللي عندي. تاني حاجه شكل الشانل نفسه، الشانل عندي شكلها عامل ازاي، شكل اللي هي الريجولاريتي بتاعتها شكلها عامل ازاي، دي بتفرق. تاني حاجة اللي هي تاني نقطة بنتكلم فيها ان الماكسيمم فيلوستيز tend to be found just below water surface and away from the retarding friction of the bank. طبعا اكيد السرعة هنا بتكون قليلة جدا والسرعة هنا بتكون قليلة جدا، لان الطبقة برضو المفروض عندي الفلو هنا بيبقى ملامس للجوانب كلها، فاحنا لما بنيجي نقيس المفروض بنيجي نقيس في النص بحيث ما يبقاش ملامس للبانكس اللي عندي، ما يبقاش فيه تأثير للفريكشن بتاع البانك مع الستريم فلو، يعني مع المية وهي ماشية. وطبعا احنا اكيد درستوا معادلة مانينج، وقلنا في معادلة مانينج في عندي اللي هو الN ده اللي هو الرفنس كوفيشنت اللي هو بيتوقف على طبيعة الخشونة بتاعة المجرى. يعني لو المجرى بتاعي دوت فيه ارض طينية او ارض رملية او ارض فيها حشائش او هو متبطن، طب حالة التبطين شكلها عامل ازاي. فانا بالنسبة لي الN دي عامل مهم جدا جدا في حساب سرعة المية في المجرى. يعني لو تفتكروا معادلة مانينج اللي هي كانت الكيو بتساوي واحد على N، اهي واحد على N في R أس نص تقريبا، واحد على N R أس تلتين، لا سوري R أس تلتين، تلاتة على اتنين في S أس نص في الأري. طبعا الار ده اللي هو الهيدروليك ريديوس اللي هو الويدت بريمتر على الاريا على الويدت بريمتر، والاس ده اللي هو الميل الطولي للكنل. يعني لو انا عندي الكنل بتاعتي ماشيه كده فهي ماشيه اكيد بالميل بتاعها قد ايه، ماشيه اتفقنا ان المايه ماشيه اندر جرافيتي، فاكيد اي ستريم لو جيت اخدت كروس سكشن فهلاقي ان المايه عندي ماشيه بميل كده. الميل ده هو الايه، حتى سطح المايه بيبقى موازي لسطح الارض، فالميل ده هو الاس. طيب عمليا بقى الـ average velocity of such a profile has often been found to occur at عن 0.6 من الـ depth. ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب دلوقتي بقى انا اللي هو river gauge اللي هي المقياس النهر، بنقول ان انا as in the measurement of precipitation. دلوقتي انا عندي نهر، انا عايز اقيس الكيو في النهر، هقيسها ازاي؟ هل منطقي ان انا اجي اقيس على النهر كله؟ لا، هو انا لما جيت امسكت بيزن كنت عايزه اجيب سمك المطر المتوسط على البيزن، هل انا حطيت محطات في البيزن كله؟ لا، انا اخترت عدد معين بالمعادلات الاحصائيه، شفت العدد الكافي للمحطات المفروض احطه في البيزن دوت، وبعدين بدات اوزع المحطات دي بشكل معين بحيث انها تغطي البيزن كله. نفس الكلام لما بيكون عندي ريفر، فانا ببدا اخد عينات، بمعنى ان انا باخد اماكن معينه على الريفرز دي ابدا احط فيها محطات للقياس، يعني بعمل سامبلينج في الاخر خالص. البيانات اللي انا باخدها دي كلها بعبر بيها عن الكيو في المجرى. طب بالنسبه لل يعني ده كده اللي هي ببدا اخد عينات. طب الكروس سيكشن بقى ده بنجيبه ازاي؟ اول حاجه بتبقى نازله كده حاجه اسمها بازيمتريك سيرفي، بيبقى فيه هيئات مساحيه تبع برضو وزاره الري، يعني بتنزل هي اللي بترفع شكل البيد ده. يعني شكل البيد ده فيه مساحين مخصوصين للمساحه المائيه بيبداوا ينزلوا يرفعوا شكل البيد ده. يبقى اول حاجه عندنا تتعمل ان الكروس سيكشن بيحصل له سيرفينج، يعني بيتعمل له بيتمسح. تاني حاجه الليفل، بيبدا نعين الليفل مع الفيلوستي، يعني كل بنبدا نقسم ده كده لشرايح اللي هو البيد الكروس سيكشن اللي احنا تم رفعه مساحيا ده، بنيجي نقسمه لشرائح تقريبا متساويه. بنيجي مثلا في الشريحه دي نروح جايين قايسين العرض بتاعها كام، ونجيب الطول المتوسط بتاعها ده
اهو، بحيث نقدر نحسب مساحتها، يعني نقدر نحسب مساحة الشريحة دي. عندي مساحة الشريحة بتاعتها، وبأجهزة قياس السرعات اللي هنتكلم عليها في آخر المحاضرة بقدر أحسب، بنزل عن بوينت 6 وأعرف أشوف الفيلوسيتي عندي هنا كام. لما أنا بحسب الأريا وعندي الفيلوسيتي، يبقى أنا جبت الكيو في الشريحة دي قد إيه، بالمثل في الشريحة دي، بالمثل في الشريحة دي، بالمثل في دي. لو جمعت الكيو في كل الشرائح المكونة للمجرى، يبقى أنا كده قدرت أعبر عن الكيو الإيه اللي ماشية جوه الستريم ده. يبقى انا الديسشارج از كالكوليتد عن طريق العلاقه اللي هي بتقول سميشن الفي بار في البي في الواي. البي ده اللي هو عرض الشريحه، والواي ده اللي هو الدبس المتوسط بتاعها. تمام، يبقى انا لو جبت الدبس المتوسط في العرض، تقريبا انا كده جبت مساحه الشريحه، ضربتها في السرعه المتوسطه، يبقى انا كده جبت الكيو. طيب دلوقتي هل انا هقعد اعمل ده في كل كروس سيكشن؟ يعني هل انا عشان احسب الكيو اقعد اعمل ده؟ قال لك لا، احنا دلوقتي علشان تسهيلا، فاحنا المجرى المائي بيترفع كل فترات معروفه، بحيث ان هو يكون الشيب بتاعه ما اتغيرش، وبنختاره في اماكن ما يحصلوش فيها نحر او ما يحصلوش فيها ترسيب. بحيث ان انت خد بالك، ترسيب يعني ممكن مثلا تلاقي بعد شويه شكل المجرى اللي هو كان اصلا مرفوع لك مساحيا بالشكل ده، ممكن تلاقي شكله اختلف، يعني ممكن يبقى شكله حاجه كده اهو. يعني انت اصلا الشكل المجرى بتاعك ليه؟ لان كل ده بقى فيه طين، بقى فيه رواسب من البيت بتاعتك. فاحنا زي ما هنتكلم بعد شويه، هنتكلم على الشكل اللي انا برفعه مساحيا، القطاع اللي برفعه مساحيا، بحاول اختار مكان المكان ده يكون تقريبا شكله ما بيتغيرش من وقت للتاني. وبنعمل علاقه ما بين المنسوب والايه والستشارج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا باجي اعمل هنا علاقه كده ما بين الكيو وما بين الستشارج. كل لما ببدا اقيس عند مقياس معين، الشكل المنحنى تقريبا حاجه عامله كده، كل ما كيو زادت كل ما الديستشارج زاد. يبقى لو انا عملت مقياس عند الستيشنز المختلفه، المقياس ده بيقيس لي الدبس، بيقيس لي دبس الميه قد ايه. تمام، طب ما لو انا عندي دبس الميه دخلت في المعادله دي او في الشارت ده، نزلت جبت كيو على طول، مش لازم بقى اقعد اعمل التفصيله اللي احنا بنقعد اقسم القطاع لشرايح وابدا احسب ده. يبقى انا بعمل الشكل ده عشان اجيب العلاقه دي. العلاقه دي بنسميها ريتنج كيرف. ريتنج كيرف المصطلح ده مهم جدا جدا، او منحنى المعايره. يبقى انا ببدا اخد كروس سيكشن، الكروس سيكشن ده بجيب علاقه، بجيب الكيو بتاعته عن طريق الشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين نبدا نحسب، نعمل علاقه ما بين الدبس والكيو. كل ما يكون عندي الدبس طبعا، اني اسهل في الحساب الكيو ان انا اقعد احسبها بالعلاقه دي، ولا الدبس ان انا انزل مقياس واحسب الدي؟ طبعا الدبس هو اسهل في القياس. يبقى انا ببدا احسب الدي، وعن طريق العلاقه اللي هي الريتنج كيرف او منحنى المعايره نبدا نخش ونحسب الكيو. طبعا الريفر بيتعمل له كذا قياس عشان نقدر نعمل اللي هو الريتنج كيرف ده. اول حاجه هو من الضروري ان احنا نختار الموقع بقى المناسب ان احط فيه المقياس بتاعي ده اللي بقيس فيه الدبس. تمام، المقياس ده بيكون الفاريشن في الستشارج ويل كوز ات ليست موديفيكيشن تو ذا كروس سيكشن. يبقى انا على الاقل ما يبقاش في عندي تغيرات في الكروس سيكشن بتاعي، بتاع زي ما اتكلمنا بتاع الشانل، اللي هو ما يبقاش متعرض للنحر او معرض للترسيب. ايديالي انسب حاجه او الامثل ان السايت اللي بنختاره بحيث كل الستشارج يبقى continued with banks should be used. يبقى انا بستخدم كل اللي هو ايه يعني الكيو اللي موجوده جو. يعني لو انا عندي مثلا القطاع بتاعي اهو، يبقى انا باخد كل الكيو، يعني يبقى مناسب ان انا اقدر اقسم القطاع كله لشرايح. ما ينفعش مثلا اجي اعمل الستريم بتاعي بقى جاي اعمل كده وبعدين ينزل شويه كده وبعدين ينزل عميق كده، لا، ما يفضلش ان انا اجي اقيس في الحته دي. ليه؟ لان انا عندي البانكس مش شامله الميه كلها. فانا لما اجي اختار مكان احط فيه الستيشن، يفضل ان هو الكروس سيكشن يبقى كونتيند كل الفلو. طيب تاني حاجه برضو كمتطلب للجيجنج سايت، ان انا اكون مثبتاه كويس، يعني ويكون على بيد كويس، يعني البيد بتاعي يكون ستيبل، ما يبقاش معرض زي ما قلنا لنحر وترسيب. يعني الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده بيبين ان انا عندي هنا ده كروس سيكشن، دي محطه في السودان. المحطه دي لو انا جيت مثلا قلت عايزه اخد كروس سيكشن، هل ينفع اجي اخد كروس سيكشن هنا وبعدين نيجي ناخد كروس سيكشن هنا، واقول ان انا عندي ده بيعبر عن الكيو اللي معديه في الستريم هنا او الكيو اللي معديه في الستريم هنا؟ طبعا ده مش كويس او ده مش صح. الافضل ان انا ببعد عن المنطقه اللي فيها الجزيره دي، بروح لكروس سيكشن. الكروس سيكشن ده بيكون كله فيه ميه، يعني الميه موجوده من البنك للبنك، مفيش اي جزر في النص.
يبقى ببعد من المكان اللي هو المقياس بتاعي، بحيث ان انا يبقى اضمن ان الكيو اللي موجود في من البنك والبنك يشمل الريفر كله، مفيش عندي اي جزر في النص. طيب اما نيجي بقى نتكلم دلوقتي على الليفلز او المناسيب، هنلاقي ان انا عندي الووتر ليفل ات اجيجنج ستيشن one of the most important measurement in the hydrology. طبعا لان احنا قلنا عن طريق الريتنج كيرف، لو انا عندي الليفل اقدر احسب الكيو عند اي سيكشن في الايه في الريفر. طيب احنا لما نيجي دلوقتي نحط الليفل لازم يبقى عندي داتا، بمعنى ان انا بيبقى في عندي نقطه، النقطه دي معروف المنسوب بتاعها بالنسبه لسطح البحر. يعني مثلا انا باجي هنا المقياس بتاعي اهو، عاده بيكون رخامه، هنشوف له صور بعد كده، المقياس ده بيكون مدرج بالشكل ده، ويجي مثلا عند النقطه دي يقول لك ايه، يقول لك ان دي نقطه مثلا كانت 360 او 300 متر مثلا، وتلاقي هنا مكتوب لك على السكيل ده 12، مكتوب فوق هنا مثلا كان 18. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي لو جيت قريت هنا يبقى ده 312، لو جيت قريت هنا يبقى 318. هل بقى منطقي ان انا اقعد احط على السكيل 316 17 18؟ لا، انا باجي عند نقط معينه او الديتم ده بيبقى معروف ان انا عندي الديتم ده 300 متر اباف اللي هو المين سي ليفل. تمام كده؟ طيب all continuous estimates of the discharge derived from continuous level record depend on the accuracy of the level values. يبقى انا عندي كل القياسات بتاعه ال discharge كلما كانت دقه القياس في الليفل عاليه، كلما كانت دقه التصرف المنسوق المستنتج من العلاقه بتاعه الريتنج كيرف عاليه. طيب دلوقتي احنا بنحط فين بقى الليفل جيج، المقياس اللي انا بحسب عليه التصرف ده؟ احنا بنحطه في اماكن ثابته، ماشي، وبحيث ان هو يكون ثابت، متثبت في الريفر بانك، متثبت في اللي هي الايه ان افكت اوف تربولنس ووتر اكشن، يعني بحطه في حته ما تبقاش معرضه للتموجات او معرضه للميه بحركه غير مستقر. احنا طبعا يفضل لو انا عندي كوبري بحطه في الاب ستريم بتاع الكوبري. The meter graduation resembling a survey stuff، يعني بيبقى زي ايه، رخامة مساحية او اداة مساحية، يعني الميتر graduations بتبقى شبه اللي هي الرخامة المساحية او القامة المساحية، يعني اللي هي مدرجة بتبقى محطوطة رأسيا في مكان ثابت معروف المنسوب بتاعه، بحيث كل ما المية تعلى نروح نقرأ ونشوف قيمة الليفل كام بناء على الريتنج كيرف اللي عندي اللي موجود للمحطة دي، بنخش ونقدر نحسب الكيو اللي عندي كام. في بقى عندنا اشكال زي ما هنشوفها يعني موجوده في اشكال حقيقيه يعني او في اماكن فعليه، كلها على محطات قياس في نهر النيل، هنشوف الصور بتاعتها دلوقتي. all staffs يعني كل الستافس اللي هي المعدات اللي احنا بنستخدمها لقياس الميه، بتكون من durable material intensive to temperature، يعني وجود طبعا ان انسب حاجه الرخام، الرخام ده بيبقى موجود ومناسب في درجات الحراره والميه والمطر والتجمد، فغالبا بتبقى اغلب المقاييس، وده من ايام الفراعنه على فكره لما كانوا بيقيسوا النيل كان برضو هم استخدموا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهو، دي هنا دي قامة بتتثبت في جزء من دعامات كوبري بحيث ان هي لما المية تعلى يقدر يحسب المنسوب، وفي عندنا هنا ادي قامة تانية اهي، لو جينا بصينا هنا هنلاقي ده الديتم بتاعي، هتلاقي عندك هنا 20 30 40 زي مثلا دي كانت 300، لو المية واصلة هنا يبقى دي 320. خد بالك انتوا شايفين الخط المايل ده مايل، لان المية ممكن تبقى واصلة عند نقطة من النقط دي، فهي متقسمه للحاجات دي كلها. طب وده معناه ايه؟ معناه ان ما دام انا حاطه مقياس هنا يبقى انا في وقت من الاوقات الميه بتيجي تغطي كل ده اهو، كل ده كده بيبقى متغطي بالميه. هنا ده موجود برده على دعامه في كوبري او في خط مواسير زي ما يكون، مش عارفه يعني، المهم ان ده برده ده مقياس مثبت هنا اهو على البيرز اللي موجوده بتاعت الكوبري. برده ده هنا مقياس اهو موجود في المنطقه دي، ده ان دل على شيء برضو بيدل على ان انا الميه بتيجي في وقت من الاوقات بتغطي كل المساحه اللي احنا شايفينها قدامها دي، يعني الميه ما دام حاطين مقياس في الحته دي يبقى في وقت من الاوقات لما بيكون في عندي فيضان فالميه بتوصل للمنطقه دي كلها. هنا برضو نفس الكلام اهو، ادي عندي مقياس ومكتوب هنا 12، فيبقى ده معناه ان انا المنسوب بتاع الحته دي مثلا بيكون 12، وطبعا دي مدرجه بالشكل ده بحيث لو انا عندي الميه وصلت اي منسوب هنا نبقى عارفين القراءه بتاعتها. دي كلها مقاييس، وشايفين هنا برضو ادي في مقياس عندي هنا اهو، فده دليل ان انا بيبقى هنا مثلا هتلاقي 12، هتلاقي هنا مثلا ده 14، فواضح ان هنا في فرق 2 متر ما بين المنسوب ده والمنسوب ده، وبتيجي الميه بتغطي كل المساحه دي كلها ساعه الفيضان.
اهو ده هنا برضو المنسوب اللي هو 12 ده في منطقة ما، دي منطقة مغمورة بالمية. طيب ده كده كل الجيجنج اللي احنا اتكلمنا عليها دي تعتبر مانيوال جيجنج، يعني دي بتبقى محتاجه لفني او محتاجه لمهندس بيكون موجود بيقدر ينزل يوميا، طبعا مش يوميا في كل وقت في السنه، لا هو يوميا في ايام الفيضان بيبدا ينزل يرصد قراءه المنسوب، وبناء عليه يقدر يحدد الكيو اللي بيمر عنده في القطاع ده قد ايه. ده مش موجود يعني طبعا بيبقى موجود في بعض الاماكن، انما هو الاكثر دقه والاكثر شمولا يعني هو الاوتوماتيك جيجنج، اللي هو بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن يعني ببساطه كده بيبقى فيه عندي زي مبنى، المبنى ده بيبقى فيه زي بير، البير ده متوصل بعوامه والعوامه دي متوصله بماسوره بالشكل ده، بحيث ان الميه لما بتيجي تدخل بتبدا ترفع العوامه، العوامه دي متوصله بقلم زي احنا شايفينه ده، وبيحصل فيه زي راوت يعني اسطوانه، الاسطوانه دي بتلف والقلم بيكتب، يعني زي ما احنا شايفين هنا ده في عندي اسطوانه ملفوفه على ورق وبتلف، وفي نفس الوقت القلم ده بيبدا يعمل زي يعني زي اوسيليشن كده على الذبذبات على الورق دوت، بحيث ان هو بيقدر يعني بيحسب او بيقيس الليفلز لحظيا، كل لحظه كل تغير للميه، حتى لو في رياح شديده والعوامه بتبدا تتحرك بشده، ده بيبان في القراءه بتاعه الايه بتاعه الورق ده. دي صور يعني الصوره دي قراءه متاخده من محطه جينجا في بحيره فيكتوريا. ده الشكل بنلاقي دايما اللي هي البير دوت او الغرفه اللي فيها الفلوتنج ديفايس دي بتبقى متوصله بماسوره، عاده الماسوره دي بتبقى موجوده على مستويات مختلفه، بحيث ان الميه بتبدا تدخل فيها هنا وتبقى متوصله باجهزه، بحيث ان هو يعني الفني مجرد بس ان هو يخش هنا ويبدا يطلع الورق اللي موجود، يقدر يقيس او يعرف القراءه اللي كانت الليفلز اللي مرت بالنهر ده عندي قد ايه. يعني برضو ده شكل من ايه من اشكال الغرفه اللي هي بتبقى موجوده بتقيس، يعني هنا زي ما احنا شايفين ادي الماسوره اهي، الماسوره دي المفروض بتنقل الميه عندي، بحيث ان هي متوصله بالفلوتنج بالعوامه يعني، وهي متوصله بالاسطوانه والقلم، ونقدر هنا الفني يدخل يقدر يشوف منسوب الميه اللي موجود في الستريم او في الريفر ده كان قد ايه. دي بقى كده يعني بما ان احنا اتكلمنا على بحيرة فيكتوريا واتكلمنا على النيل، فاحنا محتاجين نعرف المناظر الطبيعية الفظيعة الجميلة يعني اللي موجودة في نهر النيل عندنا. ده فندق كان يعني بيطل على بحيرة فيكتوريا، وده المنظر اللي موجود هناك على منابع النيل. طبعا الجزء بقى ده مهم جدا، احنا لما كنا بنتكلم بقول لكم ان الامطار بتتساقط على الهضبات وبعدين بتبدا تتجمع في ستريمز صغيره، طبعا الهضاب دي اماكن عاليه والستريمز دي بتكون في اماكن منخفضه، فهتلاقي المنطقه دي ما يميزها الشلالات، لان الميه بتتجمع وبتنزل من اماكن عاليه بتتجمع في الستريمز بسرعات مختلفه، فدايما يعني منابع النيل كلها شلالات وبتتميز بمناظر طبيعيه يعني سبحان الله يعني. برضو اللي هي يعني طبعا اللي منكم بقى ربنا يكرمه يعني ويقدر يروح الاماكن اللي هناك دي لظروف شغل او سياحه او كده، هيلاقي برضو ان في هناك غابات مفتوحه، يا تقدر تشوف الحيوانات البريه دي ببساطه يعني، دي صور حيوانات مختلفه تقدر تشوفها هناك بمنتهى البساطه. هنتكلم دلوقتي على التشارج اللي هو التصرف. The most direct method of obtaining a value is by the velocity area method. عشان نعين التشارج فاحنا الطريقه المثلى اللي عندنا او بنستخدمها هي ال velocity area method. الطريقه دي 90% من ال world river discharge depend on this method، يعني عشان نقدر نحسب ال Q اللي بيعدي في اي river فبنعتمد على ال velocity area method. At a river gauging station في محطات قياس الأنهار ال cross section of channel is surveyed، بيتم رفعه مساحيا and considered constant، وبنفترض إن هو يعني constant ما بيتغيرش ما دام ما حصلش أي modification خلال الفيضانات أو يعني after which is must be surveyed resurveyed، لأن إحنا طبعا بعد الفيضانات بعض أنواع الفيضانات مش كلها اللي هي الفيضانات الحادة يعني، فممكن تبقى جايبة معاها إطماءات أو جايبة معاها سلت كتير كتير يعني، فبتغير شكل القطاع بتاعي، فده لازم يتعمل له ريسيرفي، يعني في بعض الفلودز لما بتمر بالمجرى لازم يتعمل له ريسيرفينج تاني. يبقى احنا عندنا دلوقتي البوينت عشان احسب الستشارج هي حساب الفيلوسيتي اوف الفلو. طيب
الافرج فيلوسيتي ان ذا فيرتيكال اوكيورز ات 0.63 ديبس بيلو ذا سيرفيس. ده يعني في ده اللي هو العالم دوت يعني ريفيو لتلاشر ريفيو، هو قال ان انا هو اللي قال ان احنا الافرج للكروس سيكشن بناخده عن 0.63 من الديبس بلو سيرفيس. يعني طبعا ده مهم قوي ان انت بتقول بنحسبه من السيرفيس، من السيرفيس ما بنحسبوش من البوتوم. It has also been found by observation that a good estimate of the average velocity in the vertical is obtained by taking the mean. طب احنا دلوقتي برضو في بعض الاحيان بيفضل ان انا بقيس الكيو بقيس سوري الفيلوسيتي عن 0.2 من الدبس وعن 0.8 من الدبس. يعني زي ما احنا اتكلمنا ان انا الرقم اللي هو 0.6 دوت جاي من ريفيو او جاي من راي ابحاث او علماء او كده، ففي بعض برضو الـ الاراء اللي قالت ان انا الافضل ان انا لما باجي احسب بنحسب الفيلوستي عند 0.2 من الدبس وعند 0.8 من الدبس. The simplest method of for determining a velocity of a flow is by timing the movement of a float over a known distance. يبقى علشان نطلع عشان نحسب ابسط طريقه ان انا احسب الفيلوستي في ستريم اللي هو ايه، بمنتهى البساطه باجي هنا كده اهو ستريم، وبعدين باجي احط هنا عند نقطتين انا عارفه المسافه بينهم، واحط اي جسم عادي. شوف انت مثلا حطيته هنا، انت عارف المسافة دي مثلا ولتكن كانت 10 متر، خلاص هتبدأ تشوف والله حطيت مركب ورق اي حاجة وصل لحد النقطة دي بعد قد ايه، خلاص يبقى انت عندك المسافة على الزمن قدرت تجيب السرعة. يبقى الـ movement of a float over a known distance. This measurement give only، بس طبعا السرعة دي بتعبر عن ايه؟ احنا دلوقتي ناس بنتكلم في ده كان ممكن واحنا صغيرين نقول ده بيحسب السرعه، بس انا دلوقتي عرفت ان الميه عندي بتتحرك في طبقات صح، يبقى انا لما جيت قست السرعه قست سرعه الطبقه السطحيه دي بس. طب وبالنسبه لبقيه الطبقات؟ لا مش عارفه احسبها. يبقى انا عندي لازم في الحاله دي لو حسبت الميه السرعه يعني سرعه الفلو بالطريقه دي لازم يبقى في عندي معامل تصحيح. A correction factor must be applied to give the average velocity over a depth. A factor of 0.7 is recommended for a river of 1 meter depths which with a factor of 0.8 for 6 meter or greater. يبقى انا لو استخدمت الطريقه دي في حساب السرعه بتاعه الميه في الستريم يبقى لازم احط معايا اقول ان السرعه المتوسطه اللي بتمثل المجرى ده اضرب قيمه السرعه دي في 0.7، ده في حاله ان انا الدبس بتاع المجرى كان 1 متر. لو انا عندي الدبس بتاع المجرى اللي هو ده الدبس ده كان 6 متر او اكتر يبقى انا الفاكتور بناخده 0.8، يعني السرعه الظاهريه او السرعه اللي على السطح اللي انا جبتها بنضربها في 0.8 عشان اقول ان دي الفي افريج للايه للكروس سيكشن بتاعي. طبعا طريقه سريعه وايه وغير دقيقه. ده الشكل اللي احنا بنتكلم فيه اهو. يبقى دي ابسط طريقه فعلا بيبقى جاي هنا في 2 مستحين واقفين او اوبريتور يعني بيبدا يحدد المسافتين اهو محدد المسافه بينهم وبيبدا يشوف فلوت بيمشي من هنا قد ايه ووصل هنا بعد قد ايه ويبدا يحسب السرعه اللي عندي. دي صوره حقيقيه لحاجات بتتم بالفعل، يعني دي مش حاجات من وراء الخيال يعني، لا دي فعلا بيتم حسابها الانهار في اماكن مختلفه في العالم. طيب الادق بقى اللي هو اللي هي الفيلوسيتي ميجرمنتس ان انا ببدا احسب السرعات او قياس السرعات المختلفه. فعندنا اول جهاز اسمه الكرنت ميتر. الكرنت ميتر ده زي ما انتم شايفين عباره عن ايه، عباره عن تقل بالشكل ده تمام، وبعدين عباره عن هنا في زي مروحه او توجيه وهنا في 6 كوبايات او 6 بوتقات محطوطين بشكل ما ماشي بيلفوا حوالين محور رأسي. المحور الرأسي ده او الاكس بتاع الدوران بتوصل مع بعض هنا بديفايس، الديفايس ده بيبدأ يعد عدد اللفات. يبقى الكارنت ميتر بيتكون من كاب تايب هاز، يعني ده اسمه كاب تايب هاز ان اسمبلي اوف 6 كابس اللي هي 6 كوبايات دول ريفولفينج اراوند فيرتيكال اكسس بيلفوا حوالين فيرتيكال اكسس. ذا بروبل تايب هاز ا سنجل probable rotating on a horizontal. ده النوع اللي هو اسمه الكاب تايب وده اسمه probable تايب. البروبيلر تايب دوت ده بيلف بس حوالين محور افقي، يعني عندي هنا حاجه واحده بتلف حوالين محور افقي. طبعا في عندي حاجه بتنقل يعني المحور الرأسي ده بيبدا ينقل عدد اللفات، هنا برضو على محور افقي بينقل عدد اللفات.
هنعرف دلوقتي عدد اللفات ده بيمثل ايه. يبقى انا هنشتغل هنا على اللي هو current meter, the cub meter registers the actual velocity whatever in its direction rather than the required velocity component normal to the measurement sections. يبقى انا بالنسبة لنا اللي هو current meter اللي هو الكاب تايب بيبدأ يسجل السرعة الفعلية الاكتشوال whatever the direction بغض النظر عن الاتجاه rather than the required velocity component normal to the measuring section. بيعتبر ان السرعة دايما بتكون عمودية على الاتجاه اللي هو بيقدر يحسب عليه المساحة. يعني لو انا عندي مثلا ده كده cross section فانا منزلة, فكأن انا عندي بحسب السرعة في الاتجاه العمودي على الكروس سيكشن بتاعي, بفترض كده يعني. هنا ده نمسح بس الرسمة دي اهو. ده عندنا ده الكرنت ميتر اهو, بيبقى طبعا بنشد خط معين عشان الخط المعين ده بيبين العرض بتاع المجرى, وبعدين بنيجي ننزل بالكرنت ميتر وبنحطه بحيث ان هو بيبقى عمودي على اتجاه الفلو بتاع المية, ويبدأ يعد عدد اللفات. هنا برضو ده الجهاز التاني بينزل بحيث ان هو يعني ده بيبقى في بعض الاحيان بقى والمجاري المائية الكبيرة يعني عشان يقيس الاعماق, بيبدأ بيستخدم يعني ده بصورة بسيطة ودي بصورة الاعماق اكبر. يعني دي الصورة اللي احنا شايفينها اللي هي صورة المركب دي, بيكون عندي هنا يعني ده لو انا عندي الاعماق بسيطة, احنا شايفين يعني الفني واقف على رجله عادي. لو انا عندي بقى الاعماق بتبقى كبيرة فبنستخدم هنا مركب, وده بيبقى فيه المركب ده بننزل منه الكرنت ميتر, يعني بيبقى فيه عندي زي سسبندد كيبل كده بننزل منه الكرنت ميتر, وبعدين بيبقى ونقدر نحسب منه السرعات. ده الشكل اللي هو بيقرا بقى عدد اللفات, يعني ده الجهاز بتاعي كرنت ميتر كاونتر بيبدأ يعد عدد اللفات اللي عندي اللي هي البالسز. كل بالس بيبين بنشوف كام بالس في الدقيقة, وده بنحوله للفيلوسي زي ما هنشوف دلوقتي. طيب احنا بقى دلوقتي خلاص عرفنا شكل الكرنت ميتر, الجهاز اللي بيستخدم في قياس السرعات, وعرفنا ان يعني شفنا تخيلنا الناس كده او فهمنا الناس بتنزل ازاي تقيس الكروس سيكشن. اول حاجه بيتعمل رفع مساحي للكروس سيكشن ده, وبعدين بنيجي نشد حبل من الاول للاخر. الحبل ده بيتقسم لاجزاء متساويه تمام كل متر مثلا, بحيث ان انا باجي انزل من نص الحبل او من عند النقط اللي انا معلمه عليها, وبنزل اقيس الدبس كله قد ايه, ونشوف نحدد نحط الكرنت ميتر عند سرعات مختلفه. دي اسمها اول طريقه هناخدها في حساب اللي هي الستشارج اللي هي المين سيكشن ميثود. المين سيكشن ميثود دي زي ما قلنا بنبدا بعد ما بيكون عندي الرفع المساحي للكروس سيكشن, ونشوف البيت بتاعي عنده العرض بتاعي عندي هنا البي قد ايه, ونقسمه زي ما قلنا شرايح بحيث ان البي بيكون معروف. علشان نحسب الكيو بقى قلنا بنبدا نحسب الاريا بتاعه كل جزء اهو. نحسب الاريا ازاي؟ ما انا عندي قيمه البي دي اهي, وعندي قيمه الدبس. هعتبر مثلا لو دي مساحه مثلث يبقى انا عندي نص القاعده في الارتفاع, يبقى انا جبت الاريا. وعن طريق الكرنت ميتر ابدا احسب الفيلوستي, يبقى انا عندي الفي في الاريا جبت كيو, يبقى انا عندي هنا مثلا كيو 1 كيو 2 لحد كيو اي, ابدا احسب من هنا الكيو توتال. طيب هنا ده اللي هي المسافة اللي عندي, قلنا بنقسم العرض مثلا البي من اول 4 لحد 52, انا ماشي هنا كل 5 متر مثلا, او 4 5 9 9 3 12, انا ممكن في الاول مشيت 5 متر وبعد كده مشيت كل 3. بننزل هنا نقيس الدبس عند كل بي, يعني الدبس هنا كان عند 4, يعني عند في الاول كان الدبس بزيرو, عند 9 كان الدبس بمتر وواحد 131 من 1000, وهكذا. بننزل بقى هنا كرنت ميتر عند بوينت 2 من الدبس وعند بوينت 8 من الدبس. هو تم الاتفاق على ايه؟ ان انا لما بيكون عندي الدبس كبير بنزل مرتين عند بوينت, مره عند بوينت 2 ومره عند بوينت 8. لما بيكون الدبس قليل ممكن ننزل مره واحده عند بوينت 6, وفي بعض الاحيان بغض النظر عن الدبس بينزل مرتين, مره عند بوينت 2 من الدبس ومره عند بوينت 8 من الدبس عشان يحسب الفي افريج. يعني هنا في التكنيك ده فاحنا بننزل بالكرنت ميتر, يعني بعد ما عرفت هنا اللي هي الـ ده الدبس اللي عندي, فاحنا هنا نزلنا عند بوينت 2 من الدبس, شفت الفيلوسيتي طلع بوينت 32, نزلنا عند بوينت 8 من الدبس طبعا عند سطح الارض, يعني سطح الميه ولا ايه. يعني انا هنا مثلا لو ده كده القطاع بتاعي, فانا باجي انزل الدبس ده كله ده الدي, فبنزل بوينت 2 من الدبس من هنا من سطح الميه, وبوينت 8 من الدبس اللي هو هنا عند سطح الميه برضه, ونقيس ونحط الكرنت ميتر يقيس لي السرعه.
تمام. بعد كده بنبدأ نجيب الفي افريج اللي هي القيمة دي زائد القيمة دي على الاثنين، يعني 32 زائد 34 هيبقى 66 على الاثنين يبقى 33. جبت هنا كده الفي افريج. بنعمل القصة دي عند كل ديستانس ماشي. طيب اهو، بحيث في الاخر بيبقى في عندي ايه بقى، بيبقى عندي هو الكروس سكشن اريا، الكروس سكشن بتاعتي بنبدا نقسمها اللي هو الدبليو اللي هي العرض بتاعنا، وبعدين اللي هي العرض بتاع كل شريحه يعني اللي هي البي، ونبدا نحسب الدبس عند كل واحده. يبقى الكيو بتساوي سميشن الكيو في كل سيجمنت من دي، يعني دي سيجمنت يعني شريحه، ببدا احسبها شرايح مختلفه، ويبقى انا عندي بتساوي الفي مين في الاريا، وهنا الفي مين في الاريا لكل اريا بقى، يبقى انا عندي كل اريا بنبدأ نحسب. تمام. طب هنا هو بيعملها ازاي؟ بيقول ان انا عندي مثلا الفي عند الكروس سكشن اللي قبل زائد الفي عند الكروس سكشن يعني او عند الدبس اللي بعد على الاثنين، يبقى انا كده جبت السرعه المتوسطه. يعني خلينا بس نتكلم ايه في الحته دي كده بشكل واضح. انا عايزه اخد السيجمنت دي. طيب انا دلوقتي المفروض نزلت قست الارتفاع ده، الدبس ده هو اللي عندي ماشي، الدبس ده كده عندي، ونزلت مره هنا عند بوينت 2 اخدت، ونزلت مره هنا عند بوينت 8 اخدت الفيلوسيتي، وبعدين جبت في افريج، يعني انا عندي هنا في افريج في القطاع ده، وبعدين جيت بعدها نفس الكلام نزلت قست الدبس ده، سوري نزلنا قسنا الدبس ده، وجينا عند بوينت 2 منه وعند بوينت 8 منه، ورحت جايبه يبقى مثلا دي هسميها اي ناقص 1، واروح جايبه هنا الفي افريج اي. يبقى انا بجيب، بتخيل بقى ايه، ان انا عندي السرعه يعني جبت دي زائد دي اقسمهم على الاثنين، يبقى انا في الاخر لما اجمع العمود ده زائد العمود ده على الاثنين اداني قيمه الفيلوسيتي اللي هنا. يبقى معنى كده ان انا عندي قيمه الفيلوسيتي اللي في النص. طب ما هو نفس الكلام، انا دلوقتي عندي هعتبر المساحه بقى اللي هي ايه، المساحه هعتبر انها كانها مساحه مستطيل اللي هو طول في عرض. طب انهي طول وانهي عرض؟ هاخد الويدث اللي هو البي في الطول ده برده زائد الطول ده على الاثنين. يبقى هو ده تفسير القانون بتاعي، انا عندي ال في اي ناقص 1 زائد ال في اي على الاثنين جبت السرعه المتوسطه، ال دي اي ناقص 1 زائد ال دي اي على الاثنين جبت الدبس المتوسط، ال بي اي زائد ال بي اي ناقص 1 اللي هو المفترض ان انا عندي جبت اللي هو اللي هي قيمه الدبليو اللي عندي. يبقى انا كده جبت العرض كله، يبقى انا قدرت احسب الايه الكيو اللي ماشي في الشريحه دي، اجمعهم كلهم يبقى انا قدرت اجيب الكليه اللي موجوده في الاستريم. ده هنا بعد لما طلعت البيانات دي، يعني طريقه الحل بقى بتاعتي بيبقى عامله ازاي، دي كده القياسات هو مديها لي. يعني في المساله لما هيجيلك الدبس وهيجيلك الفيلوسيتي اللي عند بوينت 2 وعند بوينت 8، انت اول خطوه هتعملها انك هتجيب الافرج بتاعه. بعد كده انت بتقدر تجيب اللي هي الفرق الدبليو بقى، يعني كل شريحه عرضها قد ايه. هنا مثلا كان عندي بصفر، هنا 5 ناقص 9 ناقص 4 5، 12 ناقص 9 3، وهكذا. يبقى انا كده قدرت اجيب عرض كل سيجمنت. بنجي بعد كده ونقول اللي هي اللي بيجيب السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي عبارة عن الزيرو زائد بوينت 33 على الاثنين. طيب هنا هيبقى بوينت 33 زي بوينت 36 على الاثنين، طب هنا بوينت 365 زي بوينت 365، وهكذا. يبقى انا ببدأ اجيب السرعات المتوسطة اللي عندي ماشي. وفي نفس الوقت هنا بنبدا نشوف انا عندي الدبس كان برضو مجموع الدبسين اللي هو على الاثنين، يعني انا كان عندي هنا هتلاقي تقريبا 0 زائد 1.131 على الاثنين هيدي لك الرقم ده. يبقى انا كده قدرت اجيب اللي هي العرض اللي هو W، قدرت اجيب السرعه المتوسطه، قدرت اجيب الدي. بعد كده نبدا نجيب الكيو. هنجيب الكيو ازاي؟ بنضرب ده في ده في ده، طلع في الاخر الكيو اللي عندي 20.500 متر كيوب بير سكند ماشي. يبقى دي الطريقه اللي احنا بنقدر نحسبها اللي هي المين كروس سكشن يعني ميثود. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه، في طرق بقى اخرى لحساب الكيو عن طريق ايجاد علاقه ما بين الليفل والست شارج. The establishment of a reliable relationship between the monitored variable level and the corresponding set charge is essential at all over river gauging station when continuous flow data are required from a continuous level record. لما بيكون عندي بيانات مستمره للكيو، يعني عندي اوتوماتيك جيجنج ستيشن، فاقدر بدلاله البيانات دي نعمل علاقه ما بين الكيو والايه والليفل. العلاقه ما بين الكيو والليفل دي بتبان في شكل الريتنج كيرف زي ما احنا بنشوف
او في عندي ريتنج تيبل او في عندي ريتنج ايكويشن. يبقى انا بعبر عن العلاقه دي يا اما بكيرف يا اما بتيبل يا اما بايكويشن. التيبل بيبقى الشكل اللي قدامي اهو، لو انا جيت عملت هنا ده الليفل وهنا ده الديسشارج، فبنلاقي الشكل ان كل لما الليفل بيعلى كل ما الديسشارج بيعلى. طبعا بيبقى عندي قراءات كتيره، بنعمل بيست فيت، الحاجات دي كلها بتتم بطرق احصائيه او عن طريق شيت اكسل، سوري ملف اكسل، يعني لو دخلت كل البيانات اللي عندك وعملت علاقه وطلبت اقل ار سكوير فهيدي لك الشكل اللي بيمثل العلاقه ما بين الليفل والديسشارج. عند اي ليفل تقراه تقدر تخش تجيب الديسشارج، تمام؟ ما هو الكيرف ده عشان يتمثل بيمثل بمعادله، ف يعني او بدي اللي هو الريتنج تيبل ده اللي هو عن طريق القراءات. يعني بنبدا نقسم الليفلز على فترات متساويه والستشارج على فترات متساويه ونلاقي علاقات ما بينهم، بحيث لو انا عندي مثلا الليفل كام اقدر يعني اقدر ادخل اجيب الستشارج المقابل. ودي طبعا اللي هي الايكويشن اللي بتمثل الكيرف ده. برضو انت لما تيجي لو انت اشتغلت على الاكسل وعندك بيانات كتير فانت بتقدر ترسم العلاقه دي وتطلب منه ان هو يمثل لك العلاقه اللي هي بتدي لك اقل ار سكوير، بتدي لك اقل ايرور في التمثيل ده. طيب دلوقتي بقى احنا اتكلمنا على الطرق التقليديه واتكلمنا على الطرق اللي هي الكرنت ميتر لحساب السرعات. دلوقتي في احدث حاجه بتستخدم في الرفع المساحي للانهار وحساب السرعات، هو اسمه جهاز اسمه الاي دي سي بي اللي هو اكوستيك دوبلر كرنت بروفايل. اكوستيك دوبلر، دوبلر يعني هو بيبدا يرسل اشعه تحت حمراء فوق بنفسجيه، يعني في ليه تكنيك معين بحيث ان هو لما بيبدا يرسل الاشعه دي وتصطدم بجسم فبتبدا تنعكس، ومن انعكاسها ده بنبدا نحدد السرعات وبنحدد بعد الجسم اللي هو عن سطح الميه اللي انا ببقى واقفه عندها وهكذا. يبقى احنا عندنا دلوقتي الجهاز دوت علشان نستخدمه لازم بيبقى فيه مية، يعني المية نظيفة مش مية مثلا مية صرف او فيه مية ملوثة. يعني في نفس الوقت لازم يبقى المجرى بتاعي ما بيكونش فيه ويدز او اذر ديتريتس، يعني بعض اللي هي الحاجات الضارة اللي انا بنحبها. يبقى ده الشكل بتاع الجهاز عندي اهو، بيبقى يعني الجهاز عائم على سطح الميه ومتوصل بكابل، الكابل ده متوصل بلابتوب، اللي ماسكين اللابتوب بيكونوا فنيين ومهندسين على مركب جنب الجهاز. المركب بيتحرك عرضيا على مجرى النهر على خط ثابت، بيبدأ يتحرك المركب ويبدأ الجهاز بيبدأ يرسل الأشعة بتاعته وترد عليها الانعكاسات اللي هي الأكوستاتيك بيمز دي اللي هي بترد على الجهاز، تبدأ نتائج تتاخد وتتحلل عن طريق اللي هي السوفت وير اللي موجود على اللابتوب الموجود دوت. يعني الخط الاسود ده بيبين الكروس سيكشن، ده اوت بوت من الجهاز، هو اللي مبين حدود الكروس سيكشن بتاعي، وفي نفس الوقت بيدي توزيع للسرعات. يعني لما نيجي نبص هنا على الليجند اللي موجود دوت هنلاقي ان انا عندي ده بيمثل ان اسرع جزء للميه هو في النص بتاع الستريم، والابطأ هو المقارب للبانكس اللي موجود عندي، الابطأ خالص خالص اللي هو الموف ده اللي هو بيلامس للبيد زي ما احنا شفنا الكروس سكشن بتاعنا ان هو تقريبا يكون قرب الايه قرب الزيرو. يعني الجهاز ده بيبقى متوصل بجي بي اس بحيث ان هو يقدر يقول لك اللوكيشن بتاعتك باللات واللونج، يعني انت عندك النقطه دي احداثياتها ايه على سطح الارض، كل نقطه بتقدر تمشي عليها بتبقى معارف احداثياتها قد ايه، احداثيات جلوبال يعني جلوبال بوزيشن سيستم، يقول لك الاحداثيات بتاعتك بالنسبه للمكان اللي انت فيه عامله ازاي. ده شكل الجهاز وهو بيكون عايم على سطح الميه اللي احنا الموجود يعني جنب المركب. وهنا ده دي صورة مقربة، يعني هنا دي بقى البعثة اللي موجودة على المركب اللي جنبه، بيبقى الجهاز دوت بيطفو وفي نفس الوقت بيبدأ بقى يرسل الأشعة بتاعته، وهنا ده ماسكين اللابتوب اهو الفنيين وبدأوا ياخدوا النتائج اللي هو جابها وبيحللوها ويقدروا يتخيلوا شكل الكروس سيكشن اللي هم ماشيين فوقيه ده بيبقى شكله عامل ازاي.